شيخ سمير، ماذا تعني الهجرة بالنسبة لنا كمسلمين؟ والله الهجرة بالنسبة لنا كمسلمين تعني أن نهاجر من المعصية إلى الطاعة، أن نهاجر إلى الله دائما. ابن القيم له كتاب رائع يسمى طريق الهجرتين، يعني كتاب في غاية الجمال. لابد للإنسان أن يجعل هذا الكتاب وردا في حياته كما يجعل لنفسه وردا من القرآن، لأن النفس بتذبل من حين إلى آخر، فلابد أن هو يقرأ في شيء يعني يرقي من نفسه، يعالج نفسه. فلا أفضل من أن يقرأ لابن قيم الجوزي، هو له عناية فائقة بالنفس وبأحوال القلوب، يعني خبير بالقلوب رحمه الله ورضي عنه. ولما لا وهو تلميذ الشيخ الإسلام تيمية، وتلميذ شيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه. إحنا بنقول إن الهجرة هي إعلان لبداية دولة إسلامية، دولة إسلامية بمعنى التي تنشر الفضائل، الإسلام الذي هو في القرآن وفي السنة، ليس الإسلام المزعوم من قبل المشوهين، أولئك الذين يشوهون صورة الإسلام. بعض الناس بينزعج، عنده حساسية من كلمة الدولة الإسلامية. بعض الناس بيقتصر الدولة الإسلامية على إقامة الحدود فقط، يقول لك دولة إسلامية يعني هتقطعوا إيد السارق، يعني هتقتلونا، هتموتونا، هخلينا نقعد في البيوت ما نشوفش حياتنا ولا نشوف شغلنا ولا أي حاجة. بعض الناس يظن ذلك. نعم صحيح، هو إقامة الحدود، يعني حتى إقامة الحدود فيه مصالح ومفاسد. ساعات لا يقام الحد وإن كان مسموح، حتى في دول الخلافة لما كانت الخلافة موجودة لم الخلفاء أنفسهم لم يقيموا عدة حدود لأسباب تختص بالحكمة في ذلك التوقيت. فهو الدين كله قائم على الحكمة، الدين كله قائم على المصالح والمفاسد. فاحنا مش عايزين نحط الدولة الإسلامية في بند إقامة الحدود فقط. وبعدين اللي بينزعج من المسألة دي، هل أنت سارق؟ هل أنت زاني؟ لا يخاف إلا الذي يستحق العقوبة فقط، إنما هذا تأمين لك، أمان لك، يعني ونوفر لك ظروفا معينة وأشياء معينة. وإذا أردنا أن نقيم الحد على أحد الناس، إذا أردنا أن نقيم الشروط لا نستطيع إقامة الحد. يعني أنت منين تيجي تتكلم مثلا على شخص زنى وتريد أن تقيم عليه حد الزنا؟ من أين تأتي بالشروط؟ هذه مصيبة، صح؟ لن تستطيع. هات لي 4 شهود ورأوه في وضع معين ويكون من العدول، هذا صعب جدا. فكأن الله وضع الحدود لأجل التخويف وفقط. صحيح. فإحنا مش عايزين نختصر الخلافة الإسلامية في هذه المسألة اللي هي مسألة الحدود، ولا عايزين نضع تصور للدولة الإسلامية بالجماعات المتطرفة. لا علاقة للدولة الإسلامية بهؤلاء، وإنما فقط يدعون الانتساب إليها. والدولة الإسلامية منهم براء. نحن نريد أن نقيم التسامح. صحيح. نريد أن ننشر خلق النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. هذا الذي نعنيه للدولة الإسلامية. أحسن. الهجرة كانت بداية الطريق للتخلص من حالة العوز وقلة الأمن والأمان، والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا تعرض للاضطهاد هو وأصحابه، وحتى هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، حتى قال لأبي بكر رضي الله عنه قد أذن لي في الهجرة، فقال أبو بكر الصحبة الصحبة يا رسول الله. رغم ما تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام، رغم ما تعرض له أصحابه، لم ييأس عليه الصلاة والسلام. ودي بقى أهم نقطة محتاجين نتكلم عنها النهاردة، إن الهجرة بمثابة إعلان عقيدة بأن رجالها لا ييأسون من روح الله عز وجل. نعم صحيح. الهجرة أو أمر الهجرة يعني كأن الله تعالى يشير إليه، وإلى كل شيء كأنه استغلق أمام ناظر الذي ينظر إليه، يشير إليها في قوله تعالى في سورة البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، إلى آخر الآيات. الميت أحياه الله سبحانه وتعالى، فهذا بعث للأمل في قلوب كل من فقد الأمل، بعث للأمل لكل من نظر إلى مسألة وجدها قد استحكمت وأغلقت عليه، بعث للأمل في قلبه. فالهجرة كذلك، الهجرة بعد أن انتشرت الشركيات وعبادة الأصنام في جزيرة العرب، أقام النبي صلى الله عليه وسلم الدين وهاجر بالمسلمين وأعلى كلمة الحق وكلمة التوحيد، بعد أن ظن الناس أنها لا ترى بعد اليوم، حتى أنه لم يعد من الواحدين في هذه الجزيرة العربية إلا قلة، ورقة بن نوفل وكعب وغيرهم القليل القليل من أهل الكتاب الذين ظلوا على التوحيد، وسليمان الفارسي الذي ظل يبحث عن التوحيد، ويعني بذل جهدا عظيما لقلته، هو لا يجد وللمعاناة. فهذا بعث للأمل في قلوب الناس. أحسن شيخ سمير.
عايزين نقول بقى اهم من الدروس، من اهم الدروس المستفاده من هجره النبي عليه الصلاه والسلام، ودي اللي احنا كنا نتكلم عنه النهارده. وزي ما قلت في بدايه الحلقه، احنا مش جايين نتكلم عن سيره، مش جايين نحكي عن قصص، والا كلنا عارفين وكلنا حافظين، والناس حتى العوام عارفين احداث الهجره. النهارده جايين نتكلم عن اهم الدروس المستفاده ونسقطها على الواقع المعاصر. من اهم الدروس المستفاده اللي تلفت الانتباه يا شيخ سمير، ويمكن هذا الدرس يمكن له الاثر البالغ في النفوس، حسن التوكل على الله عز وجل. ده يتضح جليا في النبي عليه الصلاة والسلام لما تجهز وجهز الزاد والراحلة عليه الصلاة والسلام، هو صاحبه أبو بكر أخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام. وهنا بقى السؤال، هو الله عز وجل سبحانه وجل في علاه، أليس الله عز وجل قادرا على أن ينقل النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، سواء كان صاحبه أبو بكر والصحابة، من مكة إلى المدينة في جزء من ليلة كما حدث في الإسراء والمعراج؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بالتنوين يعني جزء من ليلة. الله سبحانه وتعالى قادر على سبحانه وتعالى، كان ولا زال سيظل سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الله عز وجل قادر ان هو ينقل النبي عليه الصلاه والسلام من مكه للمدينه في جزء من ليله. طب ليه الاحداث دي كلها؟ النبي يجهز الزاد والراحله ويذهب لابي بكر والسيده اسماء بنت تشق نطاقها وتسمى بذات النطاقين، وسيدنا عبد الله بن بكر له دور ياتي باخبار المشركين للنبي عليه الصلاه والسلام، والصحابه، ويعني كتير من الصحابة لهم دور في الهجرة. ليه كل الأحداث دي كلها وليه كل التفاصيل دي كلها؟ حتى يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام حسن التوكل على الله تبارك وتعالى، أن نأخذ بالأسباب وأن نعلق قلوبنا بخالق الأسباب تبارك وتعالى. ليس كذلك شيخ سمير؟ نعم صحيح، أحسنت. وهذا برضك يعني إحنا عايزين نعمق بقى معاني الهجرة في قلوب الناس. نعم. فخلينا نتكلم عن مواقف حياتي. نعم. ما علاقة هذا أو ما علاقة هذا بالأمور التي يمر بها الناس؟ كأن الله تعالى يقول للناس أنا قادر على أخرجكم مما أنتم فيه، ولكني أريد بكم أن تأخذوا بالأسباب وتتوكلوا علي، وإلا فلماذا نحن في الدنيا؟ نحن في الدنيا لأنها دار بلاء، دار مشقة، دار تعب. الله تعالى قال لآدم عليه السلام ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الشقاء في الدنيا معلوم، وقال الله تعالى قد خلقنا الإنسان في كبد، لا بد من الكبد. وفي مسألة في حقيقة الأمر ملفتة جدا، المرأة التي كانت تصرع وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكت أمرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك فتشفينا، وإن شئت تصبرين ولك الجنة. طب ليه؟ طب ما تدعي لي وشفى في نفس الوقت أخش الجنة، ليه بتخيرني ما بين الاثنين؟ اللي بص للحديث ده هو النبي صلى الله عليه وسلم شدد قوي عليها كده. ليه؟ ليه شق عليها في هذه المسألة؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصل للمرأة أن الجنة ليست بدون أجر، لابد الجنة ليست بدون تعب وبدون مشقة وبدون بذل، وأيضا صحيح المعنى ليس بدون أجر، ما هو لابد أن تدفعي ثمنا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل مبتلى لابد أن تشقى وتتعب. الله تعالى ينجي عباده ويفرج عن عباده، ولكنه دائما يأمر عباده أن يأخذوا بالأسباب. صحيح. لابد من بذل المشقة، لابد من بذل الجهد. وحاجة أخيرة أختم بها في هذه النقطة، الله تعالى يقول لمريم عليها السلام وهي في حالة في غاية الوهن والتعب، يقول لها وهزي إليك بجذع النخلة، وهي أساسا لن تستطيع هز النخلة، ولكنه يقول للناس خذوا بالأسباب. فكل امرأة تعبة في غاية التعب هز إليك بجذع النخلة، هو كده كده الجذع مش هيتحرك أصلا، ولكن الله تعالى يقول لا خذي بالأسباب.